صباح النشاط الحيوي على جمهور واعضاء النادي الاهلي العظيم. النهارده هنعمل تمارين لمنطقه الركبه، منها ان انا بحافظ على ركبتي من حته الالام اللي هتظهر لها او بتظهر لها نتيجه الدنيا ساقعه والعظم والعضلات بتتعب والغضاريف والاربطه. عشان نحافظ على ركبتنا لازم نعلي المرونه بتاعه العضلات اللي حواليها، والركبه ذات نفسها نزود المرونه بتاعتها او الليونه اللي جوه المفصل. فمبدئيا هنبتدي باقل مستوى، بعد كده نعلى بالمستوى بتاعنا. اول مستوى ان انا ابتدي وانا قاعد، لو خلاص انا صحيت من النوم وقاعد في البيت والمفروض هبتدي يومي، بدل ما اقف كتير وابتدي اتحرك بسرعه او اطقطق ركبتي، والناس اللي بتقول عايزه اطقطق ركبتي وركبتي بتوجعني، لا، واحده واحده كده وانا قاعد هسند ظهري عادي خالص، هرفع رجل وابتدي اتحرك، ما افردش على الاخر مثلا لمده 30 ثانيه او 20 عده يمين، بفرد رجليا واتنيها بس، هنزل الرجل التانية كده. انا بدي اشارة بس للمفصل او العضلات اللي حوالين المفصل ان انا محتاجك عشان تتحركي، عشان اعلي المرونة بتاعتها، زي لما بنيجي نسخن العربية كده بندورها ونستنى شوية. نفس الفكرة، انا بزود الليونة بتاعت المفصل يمين وشمال. خلصت، هقعد على اول الكرسي وابتدي اعمل بره وجوه. بدانا احنا قاعدين، ابتدي نقوم واقف سنه صغيره، اقعد واقوم واقف، مش بنزل سكوات زي ما الناس بتقول، لا انا بالجنب اهو، تمام، هقعد سنه واقف تاني. انا بس بخلي ركبتي تتني سنه صغيره اللي هو اقل رينج واطلع تاني، ده علشان ايه؟ اعلي المرونه بتاعتها. هثبت تحت وابتدي اعمل دواير لبره، من جوه لبره، 20 عده 30 ثانيه. احط معيار للتايم بتاعي كعدد او وقت. خلصت لبره لجوه، تمام، هعمل برضو 20 عدة أو 30 ثانية. خلصت، هعمل حركة في المكان، هبتدي الأول أعلي الريزيستن على العضلات وعلى المفصل وعلى الأربطة اللي جوه بإن أنا أنزل رينج أعلى وأثبت 30 ثانية. خلصت، هطلع بالراحة. ده أول ليفل. تاني ليفل إن أنا أنزل وأطلع، أنزل وأطلع. عايز أعلي الريزيستن أكتر، هنزل واعمل بالس واطلع مثلا عدتين، اعلي الريزيستنس بتاعتي او المقاومه بتاعتي، واحد اتنين تلاته كده، التايم فيه اللي انا تحت زاد. ممكن نعملها 10 مرات او 20 مره على حسب قوه تحملي ولياقتي البدنيه. واحد اتنين تلاته اربعه واطلع، ممكن اوصل لواحد اتنين تلاته اربعه خمسه ستة سبعة تمانية واطلع. عايز اقوي كل العضلات اللي جه حوالين المفصل. انا قويت اللي قدام وقويت اللي ورا، هنقوي الجانبية بعشرين يمين. عايز اعلي الليفل، بالس وانزل، بالس وانزل، نفس الكلام شمال، هعمل سنجل اللي هي عدة واحدة وانزل، المس الارض المس الارض. طب عايز اعلي الريزيستن، واحد اتنين والمس، واحد اتنين والمس كده، قويت العضلات الخارجيه اللي بره. عايز اقوي العضله الضمه اللي هي الداخليه، هفتح رجلي ركبتي لبره كده، انا بحافظ على الغضاريف وعلى الاربطه اللي جوه الركبه. فالس واطلع، واحد اتنين واطلع، ما بفردش رجلي على الاخر، لا قبل الاخر بسنه صغيره، وانزل تاني، واحد اتنين تلاته أربعة وأطلع لفوق. خلصت تماريني، ماشي في المكان، آخر من آخر تمرين عشان دي العضلة كمان الخلفية اللي ورا اللي هي السمانة، اللي بنسميها السمانة دي، مربوطة برضو بالمفصل وبتحافظ على المفصل. هعمل تشاب لفوق وانزل تاني، هثبت فوق وانزل تاني، 20 عدة ليفل أعلى، واحد اتنين فوق، واحد اتنين فوق، ممكن اعملها اربع مرات، واحد اتنين تلاته اربعه وانزل،
واحد اثنين ثلاثة أربعة وانزل. خلصت مجموعة التمرين بتاعت التقويات، نعمل تمرين مرونة بقى، ودي اللي مهمة جدا. نعمل سبورت، واخد من مشط رجلي عشان اعمل استرتش او اطاله للعضله الاماميه. ركبتي اللي انا واقف عليها سوفت تحت سنه، شد نفس جامد، اكسجين، ثلاثين ثانيه، واعكس الرجل الثانيه، الرجل اللي واقف عليها ما تبقاش مفروده، تبقى سوفت، نفس، خلصت. هحط رجلي قدامي وانا قاعد على اول كرسي، رجلي اليمين، وانزل عشان اعمل اطاله للعضله الخلفيه. ممكن معاها بقى كمان لو قدرت هروح جايب مشط رجلي، هعمل اطاله للسمانه كمان اللي هي الكالفز. خلصت الرجل الثانيه، لو اقدر اعلى بالمستوى شويه وانا واقف انزل. فأنا كده عملت ستريتش الخلفيات بتاعتي كلها كعضلة والأماميات عشان أحافظ على نفس الركبة، مع معلومات مفيدة ونحافظ على نفسنا من فصل الشتاء من آلام المفاصل وآلام الظهر. ربنا يحفظكم جميعا ويكون فصل الشتاء سعيد عليكم إن شاء الله.